اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده على رغبه حضراتكم من خلال التواصل من خلال السوشيال ميديا، اسئله كتير موجوده على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، وبنتابع لحظه بلحظه ومعانا فريق سوشيال ميديا بيتابع لحظه بلحظه. اسئله كتير احنا بنجاوبها عملي من خلال الاسبوع. من ضمن الأسئلة طبعاً عملنا في حاجات وبنجاوبها نظري وفي حاجات بنعملها عملي مع بعض. فأسئلة كتير بتسأل المقلوبة، إيه المقلوبة دي؟ هي أكل إيه؟ بيكون اتعزمنا عليها، سمعنا حد بيقولها في مسلسل في فيلم، أكلة من الأكلات المشهورة في المطبخ العربي، سواء إخواننا الفلسطينيين بيعملوها، الأردنيين في الخليج، الشوام. هي أكلة طبعاً بيرجع أساسها للمطبخ الأردني عشان تاخد حقه والمطبخ الفلسطيني، ولكن لما شيف مصر بخفة دم مصرية يعملها تبقى مصرية بنت مصرية. يعني إيه؟ لازم تتعامل بالرز المصري. هل هي تتعامل بالرز البسمتي يا شيف؟ لا، ما تبقاش مقلوبة، نسميها أي اسم، ولكن المقلوبة نعملها في الصين، نعملها في اليابان، لازم رز مصري. هنعملها النهاردة بالأرنبيط والدجاج، ولها أسرار وليه سموها مقلوبة هنجاوب من خلال الحلقة بتاعتنا إن شاء الله. معانا شوربة البطاطس النهاردة، والبرد والشتاء بيحب أنواع كتير من الشرب. احنا عملنا العدس بأشكال كتيرة وبأطعمة مختلفة، النهاردة هنعمل شوربة البطاطس بالكرفس. وهل مقولة إن الكرفس ملك الشوربة دي حقيقي؟ هنشوف الكلام ده في الواقع في طبق الشوربة، إزاي نشم ريحة الكرفس وإحنا قاعدين على السفرة بتاعتنا. معانا البتنجان أبو قلب أبيض زي شيف المغازل كده، ولكن هو أسود من بره. هنعمله النهارده متبل بالطماطم المشوية، له أسرار، بياخد زبادي ولا طحينة ولا دبس الرمان؟ هنجاوب برضه عملي مع حضراتكم ونشوف متبل البتنجان اللي يفتح نفسنا وشهيتنا على الأكل بتاعنا، وحاجات بقى غنية بالألياف ومضادات أكسدة. وعلى فكرة البتنجان قيمته الغذائية عالية جدا، بيضاهي اللحمة، يعني لو حطينا الاتنين في كفة واحدة كفة البتنجان تكسب بالنسبة لي أنا. انتوا عايزين طبعا الهوبر، ولكن البتنجان بجد نستخدمه صح الامن وزي الفل. انا مش عايز اطول لحضراتكم لان حلقتي فيها تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه وكمان اسرار لمطبخ بتكلفه قليله، ولكن الاكل قيمته الغذائيه عاليه جدا وبيتعمل بفكر طهوي ممتاز جدا وخبره السنين بنقدمها لكم على طبق من الماز. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. قالت بيسموها مقلوبة لأن هي بتتقلب. أهم حاجة لما تيجي تقلبي المقلوبة ما تجيبيش صينية ولا طبق من عند الجيران، داري على شمعتك المقلوبة تنور. يعني إيه يا شيف؟ يعني لو أنت بتعملي المقلوبة أمني على الصينية والسرفيز الاتنين مع بعض، يعني الصينية زي اللي معايا كده تبقى قد السرفيز. أه والله العظيم أنا بكلمكم بالصدق وإحنا مع بعض، أدي السرفيز اللي هقلب فيه المقلوبة. لما نيجي كده نعمل تجربة أهي، ده اللي أنا عايزه عشان كده تطلع معاكي مقلوبة. اساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، تركايه كده بتاعت الشيف المغازل، صينيه وهتعملي مقلوبه، امني على السرفيز والصينيه. اول ما دخلت الاستوديو امنت عليهم. يبقى انا كده احط المقلوبه هنا وادخلها الفرن تستوي اقلبها، هي دي المقلوبه. حلو الكلام. تعملها بقى بالبتنجان، تعملها بالارنبيط، تعملها بالبطاطس زي ما انت حابه. انا دلوقتي حطيت الطماطم تتشوي في الفرن، شغال في طبق شوربه البطاطس بالكرفس، مقاديرها على الشاشه علشان اكسب وقت البرنامج تكون استوت وانت تتعاملي في المطبخ زي ما انا شغال كده. شوربه البطاطس على الشاشه عباره عن بطاطس وكرفس وتوم وبصل والبهارات بتاعتنا شويه ملح وشويه زعتر وشويه فلفل، غير كده ما احطش اي بهارات تانيه خالص، زعتر وملح وفلفل. البطاطس لما نيجي نعملها شوربه ما تحبش البهارات اللي تغير لونها، يعني حتى نقلل من الفلفل الاسود، لازم الشوربه يبقى لونها ابيض وحلو، والكرفس الاثنين مع بعض بيدينا لون لطيف وحلو. انا قطعت البطاطس الصغيره كده عشان تستوي بسرعه، بحطها في ميه مغليه دلوقتي بعد ما اشوح لها بصله حلوه عشان البصله ما تبقاش نيه في قلبيها، واشم ريحه البصله وانا بشرب. لازم تحمر البصلايه بتاعت الشوربه، تعملها بالكرفس، تعملها بالخضره، تحمير البصله في طبق الشوربه مهم جدا حتى لو بتعملي شوربه عدس. البطاطس كده زي الفل، عندي بصلايه ناعمه وعندي زيت زيتون، بتعملها بزيت الزيتون ولا بالسمنه زي ما انت حابه. انا هحط معلقه زيت زيتون صغيره، ممكن نحط لها مكعب زبده بعد ما تستوي مفيش مشكله. وادي البصلايه بالشكل ده كده، بحط فص توم حلو كله على النار. تشويحه حلوه للبصله والتومه وهي بتتشوح كده، بحط شويه زعتر حلوين، اقوم شم ريحه الزعتر
ما شمش ريحه البصل. المطبخ ده لازم تبقى عارفه انت بتعملي ايه وبتحطي ايه على ايه عشان في الاخر يدينا ايه. ليه حطيت الزعتر على البصله والتومه بتتحمر؟ عشان عينيا. وكمان ما شمش ريحه بصل. دلوقتي انا بشم ريحه زعتر. الحله دي مطلعه دلوقتي ريحه زعتر حلوه قوي. الدخان اللي حضراتكم شايفينه ده كده التحميره دي مهمه جدا. زي الفل. اخد البطاطس اللي انا مقطعها مكعبات صغيره كريهات كده، اشوحها مع البصله والتومه والزعتر. دي شوربه البطاطس بالكرفس، مطلوبه على السوشيال ميديا. بتاخد دي ولا نشا يا شيف؟ لا ده ولا ده. النشويات اللي في البطاطس كفيله تقوم بدور البطوله، تدي قوام لطبق الشوربه. وبنصحش باستخدام الدقيق في اطباق الشوربه خالص نهائيا. عايزه شوربه لها قوام، حط بطاطسيه مهروسه، معلقة نشا صغيرة، شوية كريمة لباني، عشان تشربي طبق واثنين وثلاثة واربعة وتخلصي الحلة اللي انت عاملاها. وجوزك ما يشبعش بسرعة، تكون عاملة له حلة كرنب ولا حاجة، وتيجي بقى سلكماه بطبق شوربة معمولة بالدقيق، مش هيكمل ولا هياكل حاجة من على السفرة. ما انصحش استخدام الدقيق في ربط الشوربة أو في قوام الشوربة. المعلومات اللي بقولها دي سجلها بسرعة، معلومات غير معلومة. اخد الميه اللي بتغلي جاهزه عشان اكسب وقت. اللهم صل على النبي. يلا. نعم يا غالي، بيقول لي فين الكرفس؟ زلزال زلزال. صل على الحبيب قلبك يطيب. فين الكرفس؟ الكرفس مش دلوقتي خالص. هنسيب الشوربه دي تستوي كده على نار شديده. نجيب الشوربه بتاعتنا جاهزه اهي. الكرفس امتى يتحط على الشوربه؟ ملك الشوربه وانا معاكم. كرفس عندنا متقطع جاهز، ينزل على الشوربه بتاعتنا الجميله اهو اهو اهو، واخده توابلها زي الفل. تقليبه صغيره. الله، اختياري. ممكن تتضرب في الخلاط، ممكن تتقدم زي ما هي، زي ما انت عايزه. شوربه البطاطس بالكرفس. حابه تحط لها كريمه لباني؟ مش هتقول لا، هترحب. نغرفها مع بعض علشان كده وقتنا خلص وما حسيناش بالوقت. دايما اللي بيشتغل من قلبه الوقت بيعدي ثواني، بيجري زي القطر. قاعدين ونبص كل شويه في الساعه ونلبس امتى الجاكيت بتاعنا، الوقت بيعدي كانه سنه. شوربه البطاطس بالكرفس صحيه، مقلوبه من المطبخ المصري بالرز المصري، قرنبيط ودجاج. عملنا متبل البتنجان بالطماطم المشوية مع الخلطة السحرية المغازية. رؤية فن إبداع. بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.